ردا على الجميل طالباته معهد بستان العارفين يقدمنا ختمات قرآنية فداء لروح المارشال بعد مرور عام من رحيله. فمشرف اتحاد طالبات معهد بستان العارفين محمد صالح حدودو سخيل قال إن مثل هذه الأنشطة تساعد الطلبة على تطوير مواهبهن في مجالات مختلفة. أما رئيسة اتحاد طالبات معهد بستان العارفين فاطمة زهرة بركاي قالت إن تلاوتهن للقرآن هي تخليدهن لذكرى الرئيس الراحل مشير البلاد الذي بنى لهن هذه العمارة ليتعلمن عليها. هذا وقد أشاد مدير معهد بستان العارفين محمد يوسف سنوس عرابة بجهد طالباته مترحما على روح المارشال. انت معنا في هذا المسجد وقرأنا ختمات، والآن ألم الختام نختمها على يد الطالبات هدية لروحه، ونسأل الله له الغفران ودخول الجنة. كما قدمنا الطالبات أناشيد وبرامج ختمنا بها المناسبة.